سي شرورو دخلتي في تنفيذ واحد القرار وهو تطلبوا لجنة لتحقيق في هذا المناصب العليا. فين وصلت الطلب ديالكم؟ اولا هذه طلب لجنة تقصي الحقائق تتهم التعيين بالمناصب العليا طبقا لمضامين الدستور. فريقنا يعني كان سباق واتخذنا قرار بالإجماع داخل الفريق وموافقة المكتب السياسي بطبيعة الحال باش نديروا هذه المبادرة اللي كيعطيها لنا الدستور. أولا لأن وسائل الإعلام الوطنية تكلمت وأسالت كثير من المداد حول هذا الموضوع بأنه كاين واحد المجموعة ديال التعيينات اللي فيها شبهات اللي فيها عدم احترام المساطير والانضباط لواحد المقتضيات اللي فيها الاستحقاق وتكافؤ الفرص. ارتأينا باش نقوم بهذه المهمة. اليوم الفريق بأكمله وقع هذه الوثيقة وهذا الطلب. احنا ننتظر تفاعل نائبات ونواب آخرين لهذه المبادرة هذه اللي غادي تسلط الضوء وبتدقيق حول ما إذا كان هناك ما يقال صحيح أو لا. وبالتالي اليوم كي تيقولوا الكرة عند نائبة النواب وخاصة نائبة ونواب المعارضة. شحال خص من صوت باش تدوز هذه؟ تيخص الثلث اللي هي 132. اليوم حنا 102 103. إذا مازال خصنا واحد 29. نتمنى أن يتفاعل إخواننا وأخواتنا النواب مع هذه المبادرة. استقلال مبادرة يعني كتعطي أن البلاد ديالنا ما بقتش يعني في ذاك ما قبل الدستور، لأن اليوم الدستور الجديد تعطينا عدة إمكانيات باش المغرب ديالنا يزيد القدام. وباش يزيد القدام خص الحقيقة تبان للمغاربة ويعرفوها، لأن اليوم كاين شكوك حول هذا الأمر. هذه المناصب أنتم تتهموا على أنه تشكيك أنه تحترم شكون كاين اليوم الحزب لا، احنا عندنا اليوم ما يفوق 1000 تعيين نهار تنصبت هذه الحكومة منذ أن عينت هذه الحكومة في 2000 منذ الدستور 2011. اليوم كاين مجموعة من المناصب اللي هو ونقولوا بأنه كاين توزيع ديال هذه المناصب ما بين الأحزاب الأغلبية، وبطبيعة الحال الحزب الذي يقود الحكومة يعني يتوفر على أكبر عدد من المناصب ومعروفين، وكاين تبادل عين لي هذا ما كاينش ديمقراطية أو توازن. هذا ما نقوله نحن، وهذا ما ستثبته اللجنة ديال تقصي الحقائق إذا ما استجاب السيدات والسادة النواب لهذه المبادرة. لنفرض أن هذه اللجنة غادي تركب وغادي تشتغل ويتبين من بعد أن هذا التخوف ديالكم ما كاينش، سنصفق للحكومة آنذاك لما تقوم اللجنة بعملها على أحسن وجه. نحن آنذاك سنعترف بأن الحكومة فعلا احترمت، ولكن هذا ما غاديش يكون، لأنه كاين بعض الأمور يعني واضحة وباينة، حتى واضحة في كيقولوا وضوح الشمس في نهار جميل.